انا السيد تازي ماتكس، وقع لي مع هذا السيد مشكل. بعت له الماتيريال من 2005، كلاني 47 مليون. شكون هو هذا؟ هذا السيد بوجادي كيتعتاد بلي برنامالي وما كانش بحاله في تازا، كيحكم المغرب تقريبا، كيقول لك انا كنحكم المغرب، ما كانش اللي قد عليا. جينا المره الاولى حنا والعون، اتصل بداك العون ارشاه هادي عامين باش كان عندنا خصنا ننفذوا الحكم. بقى داك العون كيكذب عليا، كنجيبوا الناس كنديروا اشهار، كنجيبوا الناس من كازا كيجيو كيكذب علينا. الماتيريال باقي مخبعوه هنا وهو كيقول الماتيريال ما كاينش. جا واحد العون هو ثلاثه المرات وانا كنزير العون، ولا جبرت يدو معاه، خلصتو في الاتعاب ديالو وبدلت العون، ودابا جبت هذا العون وكافح ودخلنا وجبرنا الماتيريال وهزو، ودابا غادي نبيعوه باش ناخذ واحد الطرف من رزقي. تعرضتوا لشي تهديد ولا؟ تعرضنا للتهديد دابا فاش بينا كنهزو الماتيريال، تعرضنا للتهديد، كيضرب بالحجر شويه الدراري كحزو، هو هز الخماسيه، هز الخماسيه وبغى يضربني انا والعون، وما خفناش منه وزوناها وعطيناها للسلطه. ها هي الخماسيه في الطوموبيله ديال السلطه.